الحمد لله الذي أعز فنصر وأذل فقهر، وجعل الصهاينة عبرة لمن اعتبر. أننا نخوض الآن مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى بقوة من الله وعونه وتوفيقه. لقد بات واضحا قرب زوال الكيان الوهمي للمحتل الغاصب إن كتائب الأقصى مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية قامت بتنفيذ عدة عمليات خلف خطوط العدو، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى، والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ صراعنا مع المحتل. وبحمد من الله قتلنا وأسرنا من جنود الاحتلال. لقد استطعنا مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية وضمن غرفة العمليات المشتركة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وذلك يؤكد على وجود قواعد اشتباك جديدة لن يستطيع العدو الجبان برغم ما يملكه من تكنولوجيا هزيمة مقاتلينا. قد شكلت هذه المعركة هزيمة جديدة لنتنياهو وجيشه المهزوز، وألحقنا بهم خسائر نكراء وإذلالا كبيرا لن يستطيع العدو الإفصاح عنه. وفي الختام نؤكد لكافة أبناء شعبنا على استمرارنا مع باقي فصائل المقاومة في هذه المعركة حتى يتوقف عدوان الاحتلال عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة وأراضينا المحتلة وأي بقعة من فلسطين، وإنها لثورة حتى النصر. كتائب شهداء الأقصى فلسطين.